سيادة النائب عاطف مغاور، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا أستاذ أحمد. طلب إحاطة بيان عاجل مش كده؟ بيان عاجل، أيوه اتفضل. إيه الأسباب؟ لا هو أولا بيان عاجل لأن البيان العاجل ده إجراء في مواجهة أمر عاجل، لأن إذا انتظرنا لاستكمال قرار الجمعية العمومية اللي هو صادر يوم 11 يناير في التصفية هيبقى في أوضاع جديدة تستجد يصعب تدارك مخاطرها، لذلك البيان العاجل كأداة من الأدوات البرلمانية لتدارك موقف لوقف تداعياته وتدهور الحالة، هذه قضية. وخاصة أن قرار الجمعية العمومية للحديد والصلب صدر يوم 11 يناير والمجلس سيعقد جلساته الأولى، والقسم الذي أقسمنا عليه يوم الثلاث 12 يناير أن نحترم الدستور والقانون. لذلك أنا أحيل الرأي العام وأيضا الوزير المختص إلى الباب الثالث من دستور مصر 2014 مقومات الاقتصادية للمجتمع المصري، مواد هذا الفصل تؤكد على حرمة الملكية العامة وتؤكد على الحرص على المشروعات والشركات المنتجة والعمل على تنميتها والنهوض بها، وأيضا إشراك العمال في إدارتها اللي هو ضد إشراكهم أصلا، هو يخالف الدستور. والآن نحن أمام اختيار واختبار، أنا يرأس مجلس النواب الآن يعني قامة قانونية ودستورية، يعني رئيس المحكمة الدستورية السابق طبعا، فكيف ونحن أقسمنا أن نحترم الدستور والقانون؟ هذا الأمر يجب أن يكون في اعتبارنا. وإحنا حينما نقول البيان العاجل مطالبنا فيه، لا ندخل في تفاصيل موازنات وحسابات وأرقام، لأن علم الإدارة وعلم السياسة يقول أن السياسي أو الإداري الذي يعتمد على بديل واحد هو فاشل، لأن في مواجهة أي مشكلة تتعدد البدائل ولكل بديل له تكلفته. فلما نيجي نتكلم في قرار التصفية ده استسهال، ده استسهال يعني على طريقة المصريين لما كانوا يعايروا أي واحد في البلاد الأرياف يقولوا عواد باع أرضه. يعني أنا أبيع شركة قلعة من قلاع مصر التي شهدت إنشائها وتأسيسها مع نهوض مصر وفترتها الثورية والخروج من براثن الاحتلال حينما أسست في عام 54، وخلقت جنب منها صناعات أخرى باعتبار أن صناعة الحديد والصلب صناعة مغذية للعديد من المشروعات والصناعات الأخرى. هذا الأمر يا هل ده يخدم، هل ده يخدم برنامج مصر 2030 وحرص الرئيس السيسي لتوطين صناعات فآخرها صناعة السيارات وحرصه على توطينها في مصر وتوطين صناعة عربات القطارات وهذه الصناعات التي تقام على ربوع مصر وعموم مصر وحرصه الشديد، وأيضا بعد أن انهارت صناعة الغزل والنسيج تأتي يد الإنقاذ على يد الرئيس السيسي ومن معه الخبراء المخلصين لرصد 22 مليار لاستعادة صناعة الغزل والنسيج. ونتذكر تصريحات السيد الرئيس عند افتتاح مصنع الغزل والنسيج الذي أقامته القوات المسلحة. هذه الأمور هل يليق بوزير أن يعزف معزوفة خارج السياق عليه أنه يقرأ الدستور ويتصرف بضوء الدستور؟ لذلك احنا البيان العاجل نطالب فيه بوقف قرار التصفية ده في الشق المستعجل، لأن حتى لا تنشأ أوضاع يصعب تداركها. في الموضوع تشكيل لجنة تقصي حقائق وتحقيق في إذا كان يعني هناك دراسات وبدائل أخرى تقول إن المشروع والمصنع يمكن انتشاله وتشغيله واستعادة عافيته،